بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نشوف آخر لكتشر من شابتر 2 اللي هو لكتشر 2.8. نشوف فيه Rectangular Component in Space يعني 3 Dimension و Sample Problem 2.6. نحن هنا في عندنا 3 Axis يعني في البعد الثالث. فرضاً عندنا هذه القوة F، إيش نسوي؟ أول شيء هو أن نرسم البلين اللي هو OBAC. طبعا نرسمه بحيث انه الاو سي هذه الاو سي تكون موجوده في اللي هو البلين زد اكس. لاحظ حناخذ هنا مركبتين الاف هذه، حناخذ لها مركبه هنا على اللي هو البلين المستوى اللي هو زد اكس، وواحده على الواي اكسس. المركبه تبع الواي اكسس لاحظ الزاويه هنا ثيتا، هذا المجاور لها. اذا اف اف واي تساوي اف كوساين ثيتا. ال اف اف اتش ايش تساوي؟ تساوي اف ساين ثيتا اكس، لان هي المقابل لها. ال اف اف اتش هذه بدنا ناخذ لها مركبتين، واحده على زد اكسس واحده على الاكس اكسس. المركبه لاحظ هذه الزاويه موجوده عندي هنا، اذا مين المجاور لها هنا؟ هو ال اف اف اكس تساوي اف اتش كوساين. لكن اف اف اتش شفناها من السلايد الماضي قيمتها هي هذا، صح؟ إذا صارت عندي الـ f of x كمركبة تساوي هذا الكلام كله. نفس الشيء بالنسبة للمركبة اللي هي f z موجودة عندي هنا، هذه هي إيش؟ هي المقابل للزاوية هذه. إذا f h sin، والـ f h نفس الشيء قلنا هي f sin theta x. نشوف مثال يقول لك إنه هذا الكيبل AB التنشن فيها 2500، أعطيه مطلوب هو المركبة تبع هذا السلك عند البوينت A، عند البوت عند هذا المسمار الموجود هنا، واطلب منك الزوايا كمان. اولا حناخذ المتجه اللي هو AB، طبعا ناخذ مركبه البي ونقصها من مركبه الA. البي هذه مركبات نقص منهم يعطيني هذا هو المتجه AB. ناخذ الطويله تبعه او النورم تبعه يعطينا المتجه. ناخذ له المتجه الوحده تبعه، يعني ناخذ AB ونقسمها على الطويله تبعها يعطيني هذا هو المتجه اللامدا. كيف نجيب بعدين المتجه F ومركباته؟ المتجه F ناخذ الطويلة تبعه المتجه الوحدة اللي هو لامدا ونضربه في إيش؟ نضربه في الـ F، والـ F معروفة 2500 اللي هو الشد في هذا السلك. نضربه في المتجه اللي عندي يعطيني ثلاث مركبات، هذه هي F of X، هذه F Y، وهذه F Z. باقي عليها الزوايا. لامدا شفناها المرة الماضية، شفنا انه هذه هي قيمتها، لكن زي ما نلاحظ هنا كل واحدة منهم الأولى تساوي كوساين ثيتا اكس، الثانية كوساين ثيتا واي، والثالثة كوساين ثيتا زد. إذا كوساين ثيتا اكس ايش تساوي؟ تساوي هذه القيمة. لاحظ هنا الاي وهنا الاي، إذا نجيب منه مباشرة ثيتا اكس هذه قيمتها. بنفس الطريقة نعملها الكوساين واي كوساين الزد، نجيب قيمها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.